من صيدلية لأخرى تتنقل هذه السيدة بحثا عن دوائها لعلاج الروماتيزم دون جدوى. دواء الكلوروكين الذي واظبت على استخدامه على مدار 10 أعوام مفقود بعد أن بدأت بعض الدول باستخدامه كعلاج تجريبي لفيروس كورونا، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية لم تعتمده حتى الآن وتعتبره جزءا من التجارب المستمرة لإيجاد علاج للفيروس. أنا عندي روماتويد أرثرايتس صار لي 10 سنين وباخد بلاكنيل كل يوم حبة أو حبتين حسب الوجع، وهذه 5 صيدلية بدخل عليها ما بلاقي الدواء موجود. أنا عندي 20 حبة في البيت وبعد هيك ما بعرف شو بدي أعمل. يقول الصيدلي إن وزارة الصحة الفلسطينية سحبت الدواء من الصيدليات بعد أن بدأ بعض المواطنين بشرائه ولم يعد يصرف للمرضى الذين اعتادوا تناوله، ما شكل أزمة لديهم. الصحة في فلسطين سحبوه من الصيدليات، اتفقوا مع الوكيل انه يتوزع بس للصحه، لانه الناس سمعوا بهي القصه انه بعالج كورونا وصاروا ياخذوك وقاي. ازمه انتشار فيروس كورونا لم تخلق ازمات جديده كتلك فحسب، بل وفقا لنقيب الاطباء الفلسطيني فان البلاد تفتقر اليوم للكثير لمواجهه الفيروس، وعلى راسها نقص الكوادر الطبيه واسره العنايه المركزه واجهزه التنفس الصناعي وادوات الوقايه من عدوى كورونا الخاصه بالاطباء وهم في خط الدفاع الاول بسبب احتكاكهم بالمرضى. اوريدي احنا تلقائيا كان عندنا نقص في الكادر، فما بالك الا لهالسبب نحن اهبنا بكل زملائنا خاصه المتقاعدين، وهدول نستفيد منهم شغلتين، اولا خبره وايضا بيساعدوا، وايضا اطباء الامتياز، وحتى وضعنا طلاب الطب من رابعه فما فوق ان يكونوا على هبه الاستعداد. ويضيف الدكتور صبحة إن أدوات وقاية للأطباء تم شراؤها، بالإضافة إلى تبرعات من دول صديقة لا تزال محتجزة بانتظار السماح بدخولها من قبل سلطات الاحتلال. تقول الجهات الصحية والطبية إن أحد أهم سبل الوقاية في ظل ما تشهده فلسطين من نقص في معدات العلاج والوقاية لفيروس كورونا هو التزام الفلسطينيين بتعليماتها بالبقاء في منازلهم والحفاظ على النظافة الشخصية والعامة للحد من انتشار الفيروس. يارا العملي العربي، رام الله.